كنت ربع تحت بالبي اتش 01 بستنى فيكم، ما حدش اجى. ورنينا على السيد محمد، كان لا يمكن اتصال به. لا لا ما كنت نايم، فكتير بس بعتذر منكم. شغله ثانيه، انتم عارفين انا منسقه الكارديوفاسكولار سيستم ان شاء الله، بس بعطيكم هيك انتدكشن بسيط عن الجدول والسيلبس. كيف اول شيء تايم تيبل، بس قبل هيك اول شيء بتمنى انكم تكونوا ظبطتوا بالريسبيراتوري سيستم، اتمنى ذلك، وتظبطوا اكثر ان شاء الله بالكارديوفاسكولار سيستم. وبس احكي لكم شغلات بسيطه اذكركم فيها قبل ما احكي عن التايم تيبل، انه حتى لو اخفقنا بالفصل الاول، حتى لو ما ظبطنا بالريسبيراتوري سيستم، لسه قدامنا فرصه. مش شرط ما ظبطنا مثلا جبنا علامه مو كويس، حتى لو ما شفنا انه هاي العلامه احنا بنستحقها، نقدر نبلش بدايه جديده من هلا على الكارديوفاسكولار سيستم. النقاط اللي بحكيها دائما، تنظيم الوقت يا صبايا وشباب، بعرف هلا رمضان والوضع صعب، بس برضه بنقدر. وكثير مرق علينا، يعني انا كطالب الطب رمضان كان في عندنا كثير مساقات ومشيت الامور. يعني بحس دائما انسان يتكيف مع البيئه او مع الظروف المحيطه فيه، لازم يتكيف مع هاي الظروف، لانه اذا ما تكيف ما رح يقدر يكمل صح. اوكي، فحتى لو رمضان، بس اهم نقاط بالنسبه للسيستم. هلا انتم جربتوا عندكم تجربه بالريسبيراتوري سيستم، بتوقع تعلمتوا اشياء كثير فيها. وصراحه السيستم كثير، انا يعني كنت بحب السيستمات اكثر من انه كل ماده لحالها، لانه زي ما شفتوا في ترابط بين المواد. حاولوا ادرسوا اول باول، يعني مثلا يوم اخذتوا محاضرتين روح ادرس محاضرتين، ما قدرت ادرس محاضره ما في مشكله، خلي وكمل على الترتيب، يعني حاول امشي على ترتيب محاضرات السيستم. اوكي، صار عندنا ظرف معزومين كذا ما في مشكله، عندنا ايش بضل عندنا جمعه والسبت، الجمعه والسبت حاول انك ايش تعمل، حاول انك تكمل الاشياء اللي تراكمت عليك. يعني ما تبلش الاسبوع الجديد الا وانت مخلص محاضراتك الاسبوع السابق. اوكي، رح توصل انه انت خلصت المساق تقريبا، ضل عليك اكمل محاضره متراكمه اللي هم اخر يومين مثلا، بتكملهم بتبلش مراجعه. وصراحه انتم محظوظين، ولو يعني رجع في الزمن وحدا استشارني انه كيف يكون نظام السيستمات، رح اختار اللي انتم هلا حاليا فيه، لانه احنا ما كان عدورنا هيك. انا كنت امتحن مد بالماده كامله، وعلى الفاينل اللي هي بعد شهرين تقريبا امتحن الماده كامله فاينل. فصراحه انتم يعني محظوظين بهذا السيستم او بهذا التوقيت، انه بتمتحنوا مد بعدين تمتحنوا فاينل. وحاولنا قدر الامكان نراعي انه يكون معكم وقت، وسامحوني لانه كان مفروض انه في يوم بريك، لكن مركز الحاسب خبرنا انه المواعيد اللي احنا كنا بدنا اياها تاعت الامتحانات مو ظابطه، فيعني اختاروا هم مواعيد. فحسيت انه الافضل انه احنا نبلش اليوم لحتى يضل معكم وقت تدرسوا للمد والفاينل. المهم خلصنا المحاضرات، بلشت فتره المراجعه، بنبلش يعني نكون هيك بنكون مرتاحين انه احنا خاتمين، مو متراكم علينا مواد زي ما كان يصير معكم بالباثولوجي والمايكرو والفارماكولوجي، محاضرات كلها شغاله وعم تتراكم عليكم مواد ثانيه. لا، انت قاعد بالبيت خلصت محاضراتك وعم تدرس الاشياء اللي درستها اوريدي في خلال الاربع اسابيع السابقه. اوكي، شغله كمان مهمه قبل ما انساها، موضوع الاسئله صبايا وشباب، زي ما قلت لكم ما حدا يحاول يحل الاسئله ليله الامتحان، لانه راح يتوتر، راح يشك بمعلوماته، راح يدخل على الامتحان وهو متوتر. ليه؟ لانه حل كم من سؤال وطلع ما في مش متذكرهم، فحس انه هو ناسي كل الماده. فبتوقع برضه قلت لكم اياها انه ايش بدنا نعمل؟ بنحاول قبل ما نبلش المراجعه حلوا اسئله. ليه؟ لما انت تحل اسئله سنوات، برجع بعيد، انا ما بقول لك حل اسئله سنوات عشان بدها تتكرر، لا، عشان تتعرف على انماط الاسئله، عشان تعرف كيف تدرس. اوكي، فانت لما تقرا هاي الاسئله قبل المراجعه، لما تبلش تراجع بتصير تقول اه هاي مهمه، اه هاي ممكن يجي عليها سؤال، هاي اجى عليها سؤال، هاي نفس الفكره ممكن يجي عليها سؤال. اوكي، فهاي برضه طريقه انا صراحه من تجربتي يعني كانت تفيدني كثير، انه انا احل الاسئله بعدين ابلش المراجعه. اوكي، وهاي الاشياء رح تساعدكم بال يعني التركيز خلال المراجعه. في كمان شغله اخيره، موضوع مثلا نفرض انه انت درست، عم تدرس على الايباد، درست باثولوجي ما جبتش علامه كويسه، درست فارماكولوجي ما جبتش علامه كويسه، عم تدرس على الايباد مثلا، ف
لازم إذا أنت ما عم بتحقق العلامة اللي بدك إياها غير طريقة الدراسة، ما بصير تضلك تدرس نفس الطريقة، دائما حاول غير. مثلا ممكن أصير أطبع الأوراق وأكتب عليها، أوكي، ممكن أصير ألخص المحاضرة زي ما قلت لكم بالتلخيص والمايند مابينج كتير مهم. فهي الشغلات برضو حطوها في بالكم إنه دائما دور على طريق، غير في طريقة دراستك زي ما قلت لكم مايند مابينج تلخيص، تغيير مثلا بدل ما أدرس هاي بدرس ورقي، أو بالعكس بدل ما أدرس ورقي مثلا بدرس على الآيباد وبرسم على الآيباد، أوكي. فما تضلك قاعد وعم بتجيب علامات ما يعني انت بنظرك ما بتستحقها، وتضلك ماشي على نفس الاسلوب. لازم تضلك تغير تغير لحتى توصل للطريقه المناسبه لك، اوكي. وكمان شغله مهمه كثير من الطلاب اللي زاروني على المكتب بالفتره الاخيره، مشكلتهم كانت انه احنا بدنا نفهم كل شيء، احنا بدنا نعرف كل شيء. ما هو لو بدك تعرف كل شيء وتفهم كل شيء كان خلص الطب بنخلص السنه هاي ومع السلامه، صح ولا لا؟ احنا معنا 6 سنوات، اوكي. بس دقيقة هاي دكتورة علا لأنها كلنا مخربطين بالقاعة، نفس الشيء دكتورة تحت. فزي ما قلت لكم احنا عندنا 6 سنوات، ما تحكي لي انا بدي اطلع من المحاضره فاهم منها كل جزئيه وكل شيء فيها. هاي الشغله بتخليك تقعد 5 ساعات على المحاضره وتحلل كل جزئيه وكل معلومه فيها، واخر شيء ممكن تطلع مش فاهم كمان 100%. فهيك غلط. لازم تعرف يعني زي ما بحكيها ان تدرس بذكاء، تعرف كيف تدرس كيف المعلومات، انه ودائما تكون عارف المعلومات رح تتكرر، هاي رح تنعاد عليكم، رح يصير في ترابط. هلا رح تشوفوا كيف بالكارديو فاسكولار ريسبيراتوري رح تتكرر المعلومات، رح تيجي على الباطني تتكرر المعلومات. الاطفال والباطني كثير في مشتركه المعلومات بيناتهم، سنه رابعه سادسه رح تعيد الباطني والاطفال، اوكي. برضو هذا ما بيخلينا ندرس المحاضره هيك على السريع، بس القصد ما تطول على المحاضره، ما تقعد 4-5 ساعات عليها، اوكي. حاول ادرس بطريقه ذكيه، بطريقه انه انا مستوعب المحاضره، حاط اوتلاينز. دائما قلت لكم الكلاسيفيكيشن او طريقه التفكير بتفرق، انه انت خلي معلوماتك مرتبه، مش انا بس بحفظ معلومات هيك بسم، لا بدي اعرف انه في عندي مثلا فاميلي، هاي الفاميلي اوف ديزيز، شو الكلاسيفيكيشن لهاي الديزيز هيك وهيك، هاي شو يعني شو الاشياء المشتركه بيناتهم، شو الاشياء المشتركه بهذا بهاي الفاميلي، شو الاشياء المختلفه. يعني حاول ادرس بطريقه ذكيه، اعمل اوتلاينز، اعمل الكلاسيفيكيشن، لان زي ما قلت لكم ما في كلاسيفيكيشن صار بالطب هيك، لا صار لحتى عشان لما يوقف المريض قدامنا بالمستقبل نفكر بطريقه منطقيه وذكيه لحتى نوصل للكوريكت دايجنوسيس، اوكي. هلا خلينا نبلش. بس انا حاولت يعني قدر الامكان قدر الامكان انا كمنسق وظيفتي بالنهايه اني ارتب لكم الجدول، اوكي، واتواصل مع الدكاتره، لكن ما حد يجي يقول لي دكتوره زيدي لنا علامات. تاكدوا انه لن يضيع حق، بالعكس احنا هلا في افضل المراحل، لانه في عندنا لجنه امتحانات بتحلل الامتحان سؤال بسؤال، وتاكدوا ما في سؤال غلط او في سؤال فيه مثلا ما فيه منطق او في عندنا تحليل احصائي معين، اوكي، الا بتاخذوا حقكم فيه وزياده، اوكي. فلا تخافوا من هذا الموضوع، مش انا كمنسق معناها بدي احط لكم علامات زياده، لا احنا بنمشي البروسيس كامله لكل السيستمات بنفس يعني بنفس الطريقه والاسلوب، اوكي. هلا بالنسبه للتايم تيبل حاولت قدر الامكان انه يكون على الترتيب، اوكي. يعني انه مثلا لما تاخذوا اندوكاردايتس، اوكي، بس انا طبعا احنا ارتبطنا بموضوع انه ما بنقدر نعطي دكتور محاضرتين ورا بعض، لانه هيك بصير عنده 4 محاضرات في اليوم، فاضطرينا انه في، عشان هيك الاناتومي رح تشوفوا صار دائما كان الاسبوع الاول اكثر يعني زخم الاناتومي، بس ممكن برضه لمصلحتكم عشان شوي شوي. فهنا مثلا اندوكاردايتس رح يكون في عندنا بعديها المايكروبيولوجي اوف كارديتس، اوكي. يعني لما نربط المعلومه مش مثل بلاقي المحاضره مثلا بالاسبوع الثاني، لا بيكونوا قدر الامكان زي بعض. مثلا في عندنا بالاسبوع اللي بعديه مثلا البلاد بريشر، اوكي، ايش فيها؟ بنلاقي عندنا كمان اللي هو اخذته للبلاد بريشر الهايبرتنشن، بعديها شو في عندنا اللي هو الانتي هايبرتنسيف 1 و 2، اخذته عن الاريثميا رح تاخذوا الانتي اريثميك دراج 1 و 2، كلهم بيكون بتتابع وبتسلسل، اوكي. فحاولت قدر الامكان انه تكون المحاضرات مرتبه. هلا بالنسبه للمين رح يعطيكم، لانه انا ما كتبت صراحه اسماء الدكاتره، فالباثولوجي اول 4 محاضرات دكتور خالد، واخر 4 محاضرات انا رح اعطيهم ان شاء الله. بالنسبه لل الاناتومي دكتور ايمن رح يعطيكم الاناتومي، والامبريولوجي اللي هم 3 محاضرات رح يعطيكم اياها دكتور محي.
الفارماكولوجي دكتورة ليلى، الفسيولوجي دكتور حكم، مايكروبيولوجي محاضرة واحدة اي ثينك هو دكتور وليد رح يعطيها. شو كمان ضل؟ ايه بايوكيمستري دكتور مظهر. اوكي فهي وهي اعداد المحاضرات، وانه احنا هي اناتومي عندكم 10 محاضرات، فيسيولوجي 12 محاضره، الباثولوجي 8، فارماكولوجي 9، بايوكيمستري 4، مايكروبيولوجي اونلي 1. في عندنا كلينيكال بعد العيد بيكون عندنا ثلاث محاضرات كلينيكال. توتال عدد المحاضرات 47 محاضره. اوكي في عندنا كمان هون عشان اذا حابين تعرفوا متى رح نخلص السيستم، رح نكمل هلا لاخر اسبوع، بعدين بعد العيد رح يكون في عندنا يومين اللي هم 25 و26 باذن الله. باذن الله رح نخلص بتاريخ 26/4، وامتحانكم الميد رح يكون ب 2/5 والفاينل رح يكون 9/5. اوكي فان شاء الله انه بيكون معكم وقت كافي للدراسه للميد والفاينل. فاذا رح يضل علينا بعد العيد يومين، اوكي رح يكونوا فيهم من هدول اليومين رح يكون فيهم ثلاث محاضرات من الكلينيكال. اوكي لحتى شوي يعني نكسر الحاجز بين البيسك والكلينيكال، او يكون في كونكشن بيناتنا. اوكي وتتعرفوا على بعض الدكاتره اللي رح يعطوكم ان شاء الله في الكلينيكال. هلا في عندنا كمان انتوا هاي طبعا اللي بتهمكم اكثر شيء اللي هي التايم تيبل. في عندنا كمان السيلبس اللي هي فيها الليرنينج اوبجكتيف اللي بحب يطلع عليها، وفي طلاب فعليا كانوا يسالوني عنها يحكوا لي وين دكتور الليرنينج اوبجكتيف ما زودتينا فيهم. ففي طلاب بيحبوا يطلعوا قبل كل محاضره، وهنا انه الامتحانات كيف هي، هاي رجعت عدت المحاضرات بيك 1 2 3 شو هم بالضبط. اوكي هنا في عندنا اخر شيء اللي هم الليرنينج اوبجكتيف لكل محاضره، هذول التكست بوك قبل هون مثلا محاضره الميديستاينم بيريكارديوم شو الاشياء المهمه، الميكانيزم اوف هارت بيتينج شو الليرنينج اوبجكتيف لإله، كل المحاضرات موجودين. اوكي حاولت قدر الامكان برضو يكونوا على الترتيب، بس ممكن شوي اشياء مش 100% بالترتيب. وحتى اللابس حطينا الليرنينج اوبجكتيف لانهم اللي انا حطيتهم اوريدي على الاي ليرنينج، حطيت التايم تيبل وحطيت السيلبس للي بحب يطلع عليهم. ومحمد طبعا ما قصر عمل لكم اياهم بطريقه لسه مرتبه واسهل بالنسبه لترتيب المحاضرات واوقات المحاضرات. واتوقع هيك بنكون انهينا ونخلي المجال للدكتوره علا، ويعطيكم الف عافيه.